تأكد من سلامة الخيل والخيالة. إذا انتفاعة موفقة سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، رابع أشواط هذا المساء كأس الجوكي كلوب بالهانديكاب في أمسية أغلى سباقات الخيل وأغلى كأس في العالم كأس السعودية، رابع أشواط هذا المساء على مسافة 1800 متر مسافة الناين فور لونج جياد الإنتاج المحلي السعودي، يبدأ معروف بتقسيم الخطوة للكتيبة الحمراء المطاردة من آن الأوان. ابن قامة يتمركز من المسار الداخلي من بينهم الأفخم متكيف مع فرانكي ديتوري من المسار الخارجي من خلفهم رعاف ابن ماتشو أونو في سادس المراتب بدر المغترة هنا في سابع المراتب ومن المسار الخارجي ينتظر حلاف أيضا من خلفه على صواب وبطلة النسخة الماضية أمسياتي هنا يبدأ متكيف قادم آن الأوان من المسار الداخلي مع المنعطف ما قبل الأخير هنا بدأت الإشارات من قبل الخيالة قادم هنا مشاهدين الكرام متكيف وأيضا من خلفه رعاف وبدر المغترة البذالي أعطاه الإشارة وجبرتو راموس المنعطف الأخير التوفرلينج الفاصلة ميدن كي اس اي جياد الإنتاج السعودي يبدأ هنا متكيف القدوم هنا من البذالي ظهر من بينهم الأفخم من المسار الخارجي بدر المغترة قادم هنا البذالي بطل كأس الملك متكيف من المسار الداخلي لكن البذالي قادم مع راموس قادم البذالي لا خوف عليهم وأنت معهم لا خوف عليهم وأنت بينهم وأنت قائدهم وأنت روحهم أسطورتهم معلمهم هيبتهم.